مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي أخبركم عن الخميس 11 تموز يوليو. اليوم في عنا القمر موجود ببرج مائي ببرج العقرب، عم بيشكل مثلث فلكي مع الشمس الموجودة ببرج السرطان. أجواء رائعة، أجواء حلوة كتير بترافق الأبراج المائية، مواليد برج العقرب، مواليد برج السرطان ومواليد برج الحوت. فخلونا نشوف نهارنا كيف بده يكون على كل الأبراج. والبداية مع برج الحمل. مولود برج الحمل اليوم اكيد اريح من 3 ايام مرقوا عليك، 2 3 والاربعة ما كانوا كتير سهلين. اليوم في تقدم، اليوم في تحسن، اليوم في تعاطف معك، واليوم تقدر تتفاهم مع محيطك. الاجواء جيدة تابعة للاخر، وبتبقى المواليد المرتاحة اكثر من غيرها هي مواليد شهر اذار مارس، تحديدا مواليد 25 ل 27 اذار مارس. وفي عنا محظوظين من كوكب المشتري هن 6 و7 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور في عنا مثلث فلكي مائي، لكن في احتمال هالمثلث يسبب لك بلحظة ما تفاعل منه هالقد مريح مع المحيط من حولك. فضروري اليوم مولود برج الثور انك تتفهم وجهة النظر الاخرى لحتى تتجنب المشاكل، وإلا بتخسر كل الفرص المطروحة قدامك. بشكل خاص 26 27 و 28 نيسان ابريل كونوا حذرين. كمل مع برج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء مرق عليك هالفترة 3 أيام كانت حلوة، وكانت فترة مناسبة لحتى يكون في نوع من تحرك ومبادرات جيدة لتخلص الأمور يلي بانتظارك، وإن شاء الله تكون خلصت أشغالك. اليوم نهار طويل، اليوم نهار بيطلب منك أنك تكون جاهز، وبيطلب منك أحسن شيء وأضبط شيء أنك تكون مركز على الشغل الضروري وما تلتهي بأمور مش مطلوبة منك، لأنه ما تفكر انه الايام المقبله رح بتكون بهالاسبوع رح بتكون اريح، وضروري تتابع الابراج الاسبوعيه لتعرف شو ناطرك بهالاسبوع. تبقى المواليد الاكثر حظا بسبب مساعده كوكب المشتري هي مواليد 7 و8 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. اليوم مولود برج السرطان اخبارك حلوه كثير، اخبارك فيها نجاح، اخبارك فيها تتويج لجهود مهمه مرقت عليك. الجو اليوم بكيفك، والجو اليوم بيعطيك كل الحظ وبيعطيك كل القدرات لحتى تحقق انجازات. كل انجاز افضل من الثاني. الاكثر حظا اليوم هي بالتاكيد فيها تكون مواليد 29 30 حزيران يونيو و1 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. اليوم مولود برج الأسد الأمور عندك اليوم نوعيتها ضعيفة، خلينا نقول نوعية الحظ، نوعية الوقت اليوم ضعيفة، فقيرة كتير 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 وما بتضمن أي نجاح ولا أي تقدم. حاول يكون حذر مولود برج الأسد من الأيام الصعبة قليلة الحظ المزعجة ويلي فيها تبهدل أحيانا، فكونوا حذرين. وإذا كنتوا من مواليد 30 31 تموز يوليو كونوا حذرين، طاقة كوكب المريخ معقول تسبب لكم تجذب لكم المشاكل ويمكن تسبب لكم متاعب، فكونوا حذرين جدا. اما بالنسبه لمولود برج العذراء، اليوم مولود برج العذراء اجواءه حلوه كثير، بتنشط عندك قدراتك الفكريه الجسديه، صحيا بتحس حالك مليء بالحركه بالحيويه، ايضا اجواء ممتازه بتدعم مولود برج العذراء فكريا، ايضا اخبارك تتقدم بشكل كثير سريع وانت من الاشخاص الناجحين جدا جدا جدا. الاكثر حظا 29 30 31 اب اغسطس 10 11 14 و15 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان هنالك ضرورة عند مولود برج الميزان انه يكون فعلا محضر اشغاله، عم بيتقدم بالاتجاه اللي بيريده. مولود برج الميزان الاخبار عندك اليوم جيدة، لكن لازم تعرف انه اليوم هو امتحان لك، يعني اللحظة اللي انت تتقاعس فيها وما بتعود تخلص شغلك مثل ما لازم، معقولة تلاقي حالك انك خسرت او الناس عطيوك evaluation تقييم مش على ذوقك، فتكون منتبه لهالنقطة. الأوفر حظا نسبيا بعد مواليد سبتمبر. الأكثر تعبا هي مواليد 10 11 14 و15 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب.
بالنسبة لمولود برج العقرب، شو بدي أقول له لمولود برج العقرب؟ شو ما قلت بيكون ناقص. الأجواء اليوم من أجمل ما يكون، من الأيام الحلوة جدا جدا جدا، ومثل ما سبق وقلت بالأبراج الأسبوعية اليوم يمكن يكون حتى من الأيام يلي آخر مرة فرحت فيها كانت شبيهة بهالطاقات الممتازة كانت بشهر أدار أو يمكن حتى بشهر نوفمبر تشرين الثاني، من الأيام الرائعة يلي بتقدر تتوج فيها جهود قديمة، جهود حالية أو جهود عم بتفكر تبلشها بتتوجها بنجاح سريع جدا. الأكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 11 و12 نوفمبر. كمل مع برج القوس، اليوم مولود برج القوس، الأمور عندك ستاند باي، ما في شيء اليوم ثابت مثل ما انت بدك. ومن امبارح نبهتكم انه الاجواء من على ذوقكم، في احتمال انه يكون في عتب عليكم، انتم تعتبوا على الوقت والزمان. ما في شيء، ما تتوقعوا انه الامور تمشي على ذوقكم، بالعكس تماما. الجو بطيء لدرجه معقوله تزعلوا او معقوله توقعوا بحيره وتحتاروا وتطلعوا بالنتيجه عم تاخذوا القرار الخاطئ، فكونوا حذرين، استشيروا اهل الاختصاص. الاكثر تعبا مواليد فيها تكون مواليد 1 ل 10 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي، اليوم مولود برج الجدي مع وجود القمر برج العقرب، هنالك نوع من تفاعل معك، نوع من كأنه في زعبرة معك وكأنه في مؤامرة معك وكأنه الحظ يتعاطف معك، الصدفة بتلاقيها ممتازة وحلوة، فقوي قلبك، مشي مع هالموجة الحلوة وشوف لوين بتاخدك. المهم ما تخطئ اتجاه أحد، تبقى الأكثر حظا 28 و29 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو، اليوم مولود برج الدلو عنده حكايات مهمة يشتغل فيها، عنده قصص مهمة، عنده شغل، عنده واجبات، عنده أجندة مهمة صحيا مهنيا اجتماعيا، منه فاضي ليضيع أوقاته. اليوم مولود برج الدلو من الأشخاص اللي فيهم يكونوا ناجحين، شرط أنه يكونوا منظمين وقتهم وعاملين شغلهم مظبوط، وإلا تطلع أنت تحت الأضواء وتبين الأخطاء. الأنشاط 6-7 شباط فبراير، لكن الأكثر عرضة للمتاعب فيكون مولود 25-26 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت، مولود برج الحوت اليوم انهار ممتاز، من الايام الحلوه جدا يلي بتخلي مولود برج الحوت يكون فعلا مرتاح على وضعه، مرتاح على اموره، واموره ماشيه بطريقه سريعه وممتازه. اجواء حلوه بتزقف لمولود برج الحوت، ومطلوب من مولود برج الحوت انه يفكر بحاله بمصلحته، يفكر كيف بده يحسن الامور من حوله، لانه بيقدر اليوم، وكانه الصدفه حلوه وعم تتعاطف معك وعم تعطيك مجال وعم تخطر ببالك افكار حلوه، فحاول انك توصل لنتيجه او لقرار. المهم اشتغلوا على الامور الصعبه، لانه اليوم ما في شيء صعب، اليوم كل شيء بيزبط. كلكم محظوظين بشكل خاص 8 9 و10 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم يلي مرافقه مولود اليوم مثلث فلكي مائي، أجواء حلوة كتير بتخلي مولود اليوم يكون متفوق، يكون ناجح، يكون مبدع بغض النظر عن عمره وشغله. تموز يوليو آب أغسطس أيضا أيلول سبتمبر تشرين الثاني نوفمبر وأدار مارس هني أفضل الأشهر. بدي أتمنى للجميع نهار كتير حلو، ما تنسوا تتابعوا الأبراج الأسبوعية وأيضا الأبراج اليومية كل يوم باللغة الإنجليزية. بودعكم، باي باي.